السلام عليكم اخوات سمية القباج اللي كترحب فيكم في كل دقيقه في كل لحظه، واللي كتقول لكم اصبحتوا دابا بحال خوتها وبحال جيرانها، واللي عطلت عليها هي معاكم، وكنتمنى تكونوا كتفهموا هذا الشيء، وعلى ما كيبان لي راه كتستافدوا منه شويش بالنسبه للناس المبتدئين بشويه عليهم وعلى معاهم. وانا عندي ظروفي، ماشي كنوض الصباح صافي كندخل الماكينه للطيز، راه عندي ظروفي انا، وما حتى تنسالي عاد كنجي للماكينه وعاد كنعاون نشعلها ونخدموا فيها انا، داكشي اللي كتب الله ولا بلاش ولا بد يوميا، ولكن ماشي النهار كله، داكشي اللي كتب الله تنطلع عليها يا شي منديل ولا طلميطه ولا داكشي اللي كان. وراه جايني شي دارات ديال الطلامط ان شاء الله، وغادي نشاركهم معاكم وغادي تشوفوهم كيفاش غادي نخدموهم. ودابا غادي نوريكم واحد الفيديو بسيط على كيفاش تكثروا من رشيمه صغيره، طلبوا علي الناس من هادي شحال هادي، ودابا عاد عيطوا ليا في الخاص وبغاو يشوفوها، وانا عندي غير فيديو باش يشوفها الجميع. تتمنى تستافدوا منها كاملين، بالنسبه للناس المبتدئين اللي عاد شيون مواكن وما كيعرفوا شيء كيفاش يصوبوها، انا معاهم. وغادي نوريكم كيفاش نعاون نهز الرشمه من هنا من لورديناتور للديسكيت او الكلي. انا عندي هنايا ديسكيت، عندي هادي ديال ديسكيت فيها كنهز الماكينه ديالي كتخدم ديسكيت، وبحال هادي ديسكيت بحال هادي دير الكلي بحال زعما ماشي شي فرق كاين بيناتهم ولا شي حاجه. دابا غادي نشوفوا هاد الرشمه هادي، انا كانت عندي غير هاد لابارتي هادي بوحديتها، وانا اللي عينت هكا هاد معينه هكا تجي من دي ديال جيف من دي ديال الطبله الناب او شي كوفرلي، تخدمها بالحرير او بالصقلي باللوينات او صقلي لون واحد، زعما زوينه. وهاد الباتي هكا بحال دابا هادي اللي درتوها في خديه ديروها هادي في الوسط، هادي ديروها هنا في القنيتات بربعه، خصكم تعرفوا كيفاش تنسقوا كيفاش ديما كنجيو لا مواتين ديال الثوب المراد تطريزو او اللي باغي نطريزو، ديما كتاخدو لامواتي وكندير بها نقيطة بشي بلونكو ولا غبلي بغا بشي خيط في لون مغير ديال التوب شي لون اخر مغير، وكنجي ندير انطلاقة ديالي من تما تنحطها في الماكينة واخا يكون التوب صغير. عندي كيفاش نربطها من شي جهات هو هداك، ما عندي شي كنلصق داك التوب بزيادة في صاير داير على داك الخدية، طرف التوب كيف ما كانوا باش كنجبدهم الحدايد ديال الماكينه ويجي الطيزه كتجي مغيزه طروزه مزيانه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على المبره، المبره ولا بد نديروا ديك الميكات السلوفان، انتينا كتنطرز وهي كطير لراسها سهله نهله، ما بغيتيش هذه ديروا هاد الميكه هذه ما عمري وريتها لكم، هذه كتبع عند الدروكري ها هي تتكون دوبله، هي اللي كنفرشها انا هكا في الماكينه ديال الطيز، ومن نفس الوقت داك تنحلها حيت هي مدوبله على جوج، تناخذ الفوق الطرف منها وكنسكحها على المبره او على الفوطه باش كنطيزو كتجي طيزه مزيانه. ملي كنسالي كنقص النقاب داك النتاف او شي الفتاق ديال الخياطه ولا شي حاجه هكا، وكتطلع الخديه مصوبه ناضيه. والله الا كانت واحد الدار هنايا الله من شط المبره، وديك المبره ديالهم جايه غليظه، داك الصوفه ديالها هكاك، وديك سميكه وطيزتها طلعت مزيانه، لا هي ولا الفوطه هادو بجوج ديروا لهم هذا ميكا هادي بحال اللي وريتكم كتباع عند دوكي ب 3 دراهم، او سلوفان داك الميكا اللي كنديروها في الطباسل ديال الحلوه ولا شي حاجه، هذيك سهله نهله كتباع في حي الفرح وزوينه فن، واخا شويه طالعه في الثمن ولكن زوينه سهله نهله. دابا انا نوريكم كيفاش هاد الرشمه هادي، هاد الرشمه هادي انا خديتها غير وحده منها، كيفاش غادي نكثروها منها انا نوريها لكم، ها هي وحيده، وكيفاش غادي نخرج منها بزاف. اولا
باش ما تمشي ليش هذاك الشمه هذه كنسجلها بشي سميه اخرى باش نخليها تحت يديا. كنمشي تنجبد هاد الطابلو كتكليكيو كتكليكيو براسو غير على على هاد الجهه هذه اليمين، ها هي دي فين عندي انا هنايا، ها هي وكنطلعها هي هادي راه طلعت. نعاون كليكي بجهه اليمين كيطلع لي هاد الطابلو. هنمشي هنمشي للكونترول كي، ها هي غتكون كونكليكي عليها كيطلع لي هاد الطابلو. نعاون نديها اكس اكس بحال دابا مثلا هكا، او سبحان الله الا عندكم ديجا اكس اكس مسجله ديرو غينوم غينوم وبدلوا السميه. لا ماشي هي هادي، هادي غنمشيو للايديتور تبعوا معايا، ها هي هادي هنا غنمشي للايديتور غادي ندخلها لهنا لهذا هادي خرج ليا الطابلو غتخرج ليا الكشيمه ديالي فيه. سبحان الله الا ما خرجت لكمش خرج لكم الطابلو ما خرجتش ليا الكشيمه، غادي تكليكيو على هاد البلايصه هادي او هادي او هادي تخرج لكم الكشيمه هنايا. هنا هي اللي بانت لكم هذه الماكينه كنديها انا باش كنشوف شحال فيها شحال فيها في كونتور ديال لي بوين ديالها باش كنعرف الحساب ديالي والثمن اللي ماشي نطلب الناس. بهذه الطريقه كنكليكي على هذه اجي نصور لكم، ها هي كتكليكي على الماكينه كتبدا تنطرز ونفس الوقت راه الكونتور طالع العداد كيعد باش هذه يخرج لي العدد وغادي نعرف راسي شحال ماشي نطلب الثمن فيها، وديك الساعه تشوف واش هادي الناس باغينها مدوبله ولا وحيده، او هادي الطريقه كيفاش تعرفوا الحساب او الثمن ديال الناس اللي باقيين كيتسائلوا على هاد السؤال. ها انا وريتكم كيفاش، ها هي دابا وقفت فيها 8911. كاينين جوج طرق ديال الحساب. دابا الناس بداو تيقسموا على 360، غادي تقبط هاد العدد هذا وتقسموا على 360، داكشي اللي خرجكم هادي تقسموا في عدد ديال الحبات او الرشمات لي باغيين الناس يطرزوهم في قفطانهم. تنهضر على هاد الرشمه هادي ونفس الطريقه على جميع الرشامي، يا قفاطن يا طلامط يا لينب يا لي كان لي بغيتو. بهاد الطريقه ما كانش حنا كنا تيقولوا لنا قبل هاد العدد هذا نقسمو على الف، وداكشي اللي خرج كنقسمو في 6 دراهم الى تنضربو تتقسم على الف هاد العدد نقسمو على الف، وداكشي اللي خرج ماشي نضربوه اما في 6 دراهم الا كانت كل لاصقه لي حور المزيان كاليتي زوينه، و5 دراهم حتى 4 دراهم ديال الحرير. داكشي اللي خرج غادي تضربوه في العدد اللي باغيين، وغادي تقولوها للناس اللي جايبين لكم جايبين لكم حوايجهم طرزوهم لهم. والله يسهل قالك والله وداكشي على حسب الكليان وعلى حسب البلاصه اللي عايشين فيها والله يجعل الغفلة ما بين الشايع الشاري والبايع ولا البايع والشاري. معليناش رانا وريتكم كيفاش، دابا غادي نمشي ونوريكم كيفاش غادي ندوبلو الرشمة. الدرس ديالنا ديال اليوم ها الرشمة هي بغينا ندوبلوها، انا دخلتها غادي ندخلها المرمى بعدا، هاي المرمى شحال 160 ديما واخا الماكينة كبيرة تمشيت انا هانتوما برودو لارج 160 على 250 وكنجي لهنا وكندير اوكي ولا بدو خا الماكينه كبيره نديرو نفس الطريقه. دخلت المرمى ديالي غنمشي نشوف العبار ديالها شحال فيها، في هادي 10 على 14، عندها 10 في العرض على 14 في الطول، غنديرو اوكي مزيان. دابا هادي نبدا ندوبل نخرج منها شكيلات، اما بغاوها سلسه عندي وحده فوق وحده، اما تخرج بنا شي موتيف هكا زوين بداكشي اللي بغيتي، ولكن بنفس الطريقه اللي ماشي ندير دابا انا. دابا انا نديرها سلته حيت انا ديجا داريها مدوره هكا، غادي نديرها سلته. ها هي هادي غادي نجي لهنا، نعم ربي سمح غادي ندير هكا غادي نكليكي عاود باليمين غادي يخرج لي هاد الطابلو. غنمشي لهذا ديبليكات ها هو هذا صص نعم هاو هدا غادي نبيكو على ديبليكات، هي خرجت مدوبلة هاهي خرجو ليا جوج حيت درت مود اللولة وما عطاتش عاود عاودتها. شوف كيفاش ماشي نبدا نقيس، غادي نجر هادي غادي نبدا نقاد لهم الرويصات هاكا. نتوما بغيتيهم هاكا بهاد الطريقة يطلعو كلهم سلتة
وحده فوق وحده هكا. بغيتو تدوروها ندوروها. هي هادي غادي ندير هكا. هادي دابا انا قديتها ما راه مقاده. ديما تقدوهم بهكا بهاد الطريقه. ها هما دوك قادين دابا. اش غادي ندير؟ غادي نحيد داك المربع هكا الكحل وغادي نجمعهم بجوج بيهم هكا كلهم وغادي نهبطهم باش ما تفسد لياش. وغادي نجي حيت انا غلطت وضربت جوج مرات غادي نعاود ناخذ هذه بوحدها تتكريكي ديما بجي هاد اليمين في لاسوري وغادي تجي وغادي نجيبها لهنا نقادها مع هادو. بحال هكا او منين سالي بغيت 10 بغيت 17 بغيت 20 بغيت 1000 نفس الطريقه نفس الطريقه. بغيتو ديروا شي شكل اخر نفس الطريقه. ديما كتجيب الطابلو وكتبريك على ديبليكا تضوبل الكرشمه كتشوف انت فين تحطها. يا هنايا هنايا هنا يا تخرجها مدوره يا تخرجها مربعه يا تخرجها في المكان. هذه غتجي زوينه في مندي ديال الطبلات هادو واخا قفطان او مندي ديال الطبله تجي مزيانه مشتا فيها هكا. وخدوها باللوينات وانتوما كي بغيتو. ما تساليوش ما تنساوش من نسالي وهادي نجيو نسجلوا الرشيمه ديالنا اللي قديناها تيخص كليكي على هاد على هاد الكروه هنا حمراء وتيخرج على الطابلو كنجي ندير ياس. تقول لك واش بغيتي تسجلها تقول له اوكي غادي نبريكو على ياس اوكي ياس. هادي كتسجلها غادي تخرج لنا مصوبه ناضي. ها هي ديال الرشيمه ديالنا ها هي قبلتكم. ها هي دي السلته نقولو السلته هادي ديال لو دوفو ديال القفطان. وها هي دي الظهر ديالو الظهر ديالو. وهادي يمكن نقلبها او نديرها دايره على الكمام او نخرج منها شي شي شكل اخر عاودي وحده هكا وحكا وديك في فوق ديال الكتف في القفطان. هي وحده هكا وحده من هنا وحده من هنا وهذا بلاش يجيو يتليس هكا في الجهه ديال الكتف حتى هو يجي قفطان مصوب ناطق. وراها رشيمه زوينه فيها جوج حاجات. فيها هكا هذا الزدان التعمار وكاينه رباطي تتخدم بجوج اشكال. ايوا وخايلوها مخدومه فشي قفطان ولا فشي حاجه بشي لوينات زوينين او بسقلي دوري ولا بيض ولا راه غادي تجي زوينه في الصراحه. ايوا انا وريتكم كيفاش هاد النهار تكثروا. كنت ديكت هاد الفيديو غير الناس ما كي ما يمكن ما تدخلوش ما طاحوش فيه. دابا حنا عودناه تنتمنىوك تفهموه يكون فهم واللي ما فهمتش تعاود تكتب لي في الكومونتير ونعاون نشرح لها اما بوحدها على الخاص ولا نعاون نديرو فيديو هاك. انا وريتكم دابا كيفاش ديرو ومنين ساليها هي طلعت لي اكس اكس هنايا الا كاتبه لكم. منين نجي نخدمها على حسب الماكينه ديالكم اما تحولوها للبي او اس بنفس الطريقه او الماكينه كبيره دي اس تي. اللي ما تفهمش عاوتاني كيفاش يحولها حنا هنحولوها. دابا هي عندي اكس اكس هنايا غادي نكليكي بهكا بهاد الجهه غتكليكي بهذا اليمين غادي يخرج لك الطابلو قلت لكم انا كونترول كي تيخرج هذا غادي تحولوها اما للبي او اس هي هادي البي او اس تحولت للبي او اس او نحولوها للدي اس تي. نحاولو هاد دي اس تي عاوتاني نفس الشكل هداك كونترول كي ونقلبو هنايا. هذا هو باش كنقال نقيقلو بيه بالطريزة ديالنا باش عن اللوحة تنطريز في لاماشين. هاهي هادي دي اس تي عاوتاني خارجة دي اس تي. هاهي هادي كتبان هاهي هادي دي اس تي. دابا غادي نشوفو كيفاش نلوحوها للكلافيي ولا شي ماشي الكلافيي كيفاش نلوحوها للديسكيت
كيفاش نشجلوها بديسكيت باش نديها ل لا ماشين ديالي تنطرز. ناخذ ديسكيت جديده ولا عندك باقيه مزيانه غنكبوها في هذا ريسيبتور هذا كيتباع في درب غلف، انا شاريه من درب غلف. هنا كبت الديسكيت ديالي هي هنايا، كبت لها الراس ديالها هنايا هادو هاد الجدود هادو حتى هما ما فيهمش بلاصه. كنت انا عندي كان عندي واحد كان دير ديسكيت هنايا وكانوا مطير، دابا طريت هذا الجديد يلا خديت هاد لا ماركه هادي ديال ديل، ولا بد دير لها هاد الريسيبتور هذا. ايوا كنت نمشي ل البوست دو بيرو، ها هو هذا تمشي لهاد الاورديناتور تكليك عليه هانتوما اخواتي. بركت على داك الاورديناتور هي طلعت لي الباصه ديال الديسكيت ديالي هي هادي. غادي نكليكي عليها غادي نجي لهنا وندير هكا نصغر الدوسي. ها هي تحلت لي، ها هي دابا الديسكيت ديالي محلوله. غادي نجي نقلب على الرشمه، على الرشمه اللي باغيه نطرزها مثلا بحال دابا هاد السته، هاد السته هادي هاد الرشمه هادي، وغادي ندخلها في الديسكيت هي اللي باغيه نطرزها زعما. هاد السته هادي ها هي، انا غادي نقبط اللوحه هكا بهاد الطريقه شوية. أنا هدا تخلي فيه فيروس فيه تعطل ولا تقيل هاد لورديناتور، تنكليكي عليها باش ندير لها كوبي ونجي لهنا وندير كولي هنا باش نطلع كوبي. أنا تنكليكي عليها دابا لورديناتور عندي تقيل. على سلامتنا هي عاد خرجت لي هكا. غادي نجي لهنا نبرك على كوبي، ما تبركوش على كولي. وغادي نعاون نبرك عليها هنا، عفوا نبرك عليها هنا غادي نجي نبرك على هنا عاوتاني كولي في ديسكيت اللي باغيه نتسجل ليها فيه. ها هي اللي تسجلت هنايا، ها هي اللي كتشوفوها، ها هي دي السيس اللي كانت هنا في البيرو انا نقلتها للديسكيت. ها هي دي كليكيو عليها، ها هي دي طلع شويش هادي طلع عاوتاني. ها هي الرشيمه ديالنا اللي مسجله لنا دابا في الديسكيت، قلنا غير دابا ناخدوها من هنايا ونمشيو نقلوها الماكينه ديال الاورديناتور ديال باش نسجلها في الكرون صافي، وندير الماكينه نقلتها ونديرها اماش تخدم تنطرز لي فين باغيه انا نطرزها. تنتمنى تكونوا خواتي فهمتوا هذا الفيديو ويكون خفيف وظريف ويكون مفهوم مزيان، وبصحتكم وعافيتكم. اللي كيستافد مني كله بصحته وعافيته، والله يزيدو والله يوفقو والله يجيبلو الكليان حتى ما يبقاش يصب كيف يحك حتى في راسو. تنتمناو له السلامه والعافيه. وبالنسبه للناس الجدد ما ينساوش يديروا لنا ابوني، والقدامين والجدد يديروا لنا لايك ويديروا لنا جيم، والله يجازيهم بخير وراهم ديما جيم. سلامه والعافيه والالطف الخفيه، يلا باي باي.
باي باي، مع السلامة.